معالي المستشار تركي الشيخ كشف عن حفلة عمرو دياب بموسم الرياض من خلال بوست نشره للحفلة اللي رح يكون موعدها ب 30 ديسمبر وحط ايموجي بمعنى انها رح تكون مولعة. هاي الحفلة من تنظيم شركة بنشمارك اللي كمان نشرت بوستر الحفلة مع تعليق بجملة كلنا بصوت واحد اللي عدى الجمال ده شفته مرة واحدة لحتى تحمس جمهور الرياض على الحفلة. وبدوره معالي المستشار عمل ريتويت لنفس البوست اللي صار عليه تفاعل كبير من الناس المتحمسين لحفلة الهضبة. لهيك نحن اخترنا تغريدة معالي لتكون تريند اوف ذا داي. حفلة ثانية كمان البارح عملت بوز على السوشيال ميديا بعد ما كشف عنها معالي عبر تويتر، وهي حفلة ريا تريو نايت اللي حتكون بنهاية العام يوم 31 ديسمبر، وبيشارك فيها 13 من أبرز نجوم العالم العربي كتفارقهم فيها الأوركسترا المصرية بقيادة وليد فايد، وإحنا كنا خبرناكم عن باقي تفاصيلها بحلقة البارح. لكن من وقت ما تم الإعلان عن الحفلة امبارح وتفاعل مستمر عليها ونجومها كمان عبروا عن سعادتهم بالمشاركة فيها، وشفنا أصالة علقت بطريقة عاطفية على البوستر اللي نشره معالي المستشار تركي الشيخ وقالت أجمل احتفال بسنة جديدة عندي لأني منها رح عد سنيني من جديد وكمان حتكون بعاصمة روحي الرياض. كمان أصيل أبو بكر علق وقال إن شاء الله نجتمع على خير مع جمهورنا الحبيب في مملكتنا الحبيبة بحفل قوي مع مجموعة من الأساتذة الفنانين. أما ماجد المهندس وأسماء المنور وصفوا هالليلة إنها رح تكون من أجمل الليالي وأقوى حفلات مواسم الرياض، وعبد الله رويشد بدوره وصفها بليلة من بد الليالي. من جهة تانية فعاليات موسم الرياض المتنوعة ما زالت مستمرة من